ايه يا ابني خططني؟ هو عارف حرق كلها زرع في الروف، مش هينفع نشتغل تاني. انا وقفت شغل شويه، قلت اخد بريك. ده عشاني ولا عشان المذاكره؟ الاتنين. انا حاسس اني اتزهقتي من طريقتي. لا انا ما زهقتش، انا بس في حاجه مستغرباها شويه. انا مش مصدقه انك قفلت الابلكيشن بمزاجك. اوعى تكون عملت مشكله مع حد يا ياسر. لا ما تقلقيش، انا فعلا ضغطت نفسي ومحتاج اني افصل شويه، وعملت فلوس كويسه اصرف منها وبعد كده اشوف هعمل. على العموم براحتك، المهم انك تكون مرتاح. الو يا عم الحاج، قلت لك عايز اشوفك. افهم بقى، انا مش شغال. ما انا عارف انك مش شغال. تعال نتقابل، عايزك. مين معايا؟ هتعرف لما نتقابل. هقفل وهبعت لك على الواتساب. سلام. في حاجة؟ مفيش حاجة. انت فاكرني مش عارفك؟ اقلع الخوذة يا عم ياسر. انت مين؟ انا اخوك جمال. جمال مين ده؟ عجبني السهل الممتنع اللي انت عملته في شغلك الفترة اللي فاتت دي. خلي بالك، انا كنت ممكن ادخل اعرفك وازنق عليك لانك دخلت منطقتي، بس زباينك غير زباينك، وده اللي خلاني اسيبك. بصراحة بقى لما انت بطلت شغل الفترة اللي فاتت دي فكرت اكلمك واقول لك تعال اشتغل معايا. اشتغل معاك؟ اهدى على نفسك يا عم ياسر وما تشدش عروقك. انا هكسبك اكتر، بس مش هنشتغل في الهايبر، هنشتغل في حاجات تانية وبرضه مكسبها حاجات تانية. كيميا لا، لكن هايدرو الاتنين وحشين يا عم ياسر، واللي بياخدوهم برضه وحشين، بس مش شرط اللي يبقوهم يكونوا وحشين. فكر وخد وقتك وهستناك ترد عليا. أنا رايح للظابط دلوقتي أقول له الحقيقة. أنا حياتي خلاص مبقاش ليها لازمة. أنت أحسن مني زي ما قلت يوميها. حتى الكلام اللي قلته على مامتك وزعلك، هي بتعمل كده علشان أنا. محدش بيعمل حاجة علشان. عايز نقدمه لآخر لحظة بيفكر فيها في نفسه. بس كده مش هو اللي هيندم، انت اللي هتندم. مش تفرق، مفيش حاجة بتفرق يا عم ياسر. معيش ليه؟ أنا بعمل إيه؟ أنا مين؟ ولا حاجة. متزعلش مني يا صاحبي. كده أنا فاضل لي مشوار واحد بس عشان أخلص من كل الزفت اللي أنا فيه ده. مشوار إيه؟ لازم أروح لزوجي. ايه ده، انت شكلك غريب قوي بيها. عادي يعني. يعني انت شايفنا؟ طبعا شايف، حفظ نظر. حفظ نظر مين؟ دي كعب الكوبايه. وانت مالك؟
على فكرة شكلها حلو عليك، ولما حد يضايقك قول له عاجبني شكلي بيها. زي ما قلت لحضرتك اهو، بابا سحب ورقه من المدرسة. يا أولاد أنا بابا كريم زميلكم، حد فيكم يعرف علي كان مصاحبه؟ طب حد فيكم شافه بيتخانق معاه؟ ساكتين ليه ما تردوا؟ يا أستاذ عيسى من فضلك أنا عايز عنوان علي. حاضر، اتفضل معايا وهجيبه لحضرتك. أنكل أنكل، هو كريم كويس؟ اه يا حبيبي كويس الحمد لله. أنا عايز أفرج حضرتك على حاجة. لا انت كده بقى اجيبك دفع عندي في البرنامج. حضرتك تتصور في التشانل عندي الاول وانا هاجي حلقه عندك. انت جايبه الثقه دي منين؟ من الفولورز بتوعي. بس انا عندي اكتر. اللي بيتفرجوا عليك مينلي على التي في، بس انا اللي بيتفرجوا عليا تاثيرهم اكبر. رغم ان انا مش مقتنع، عجبني طريقتك. هنتفق. يناسبك النهارده؟ النهارده كده على طول؟ احنا ممكن نجي لك البيت انا والتيم بتاعي، هنسجل ساعة بالظبط. لا لا لا، ساعة كتير. بعد الساعة دي ممكن ناخد درينك مع بعض ونتكلم. ايه رأيك؟ انت رأيك ارد اقول ايه؟ تنوري. خلاص، متأخريش عليا. مستنيكي. سلام. عسل. باسم جالك؟ لا ما جاش. فيه نزل من غير ما يقول لي، ده حتى ما اخدش الموبايل بتاعه معاه. ممكن يكون خرج مع حد من اصحابه. ايه البرود اللي انت فيه ده يا اخي؟ بقولك حتى ما اخدش الموبايل معاه. ما هو هرب من وشك، لازم يهرب من وشك. انت فعلا انسان مستفز. طب يلا اتكلي على الله. ايه القرف ده؟ سيب الست الحلوه دي. مالك ساكتة ليه؟ مفيش. على العموم براحتك، لما تحبي تتكلمي بقى اتكلمي. انا عايزة امشي. انت لسه جاية على فكرة. عايزة امشي خالص. تمشي خالص؟ ازاي يعني؟ مش هينفع اتعلق بيك اكتر من كده، لاني مش عارفة اكمل. It's as simple as that. واكتشفتي فجأة؟ انت عارفه ان اكتر حاجه بحبها فيكي انك صريحه. جزء من وجودي جنبك بيعوضني عن غياب بابي ومامي، بالذات بابي، بس هما بقالهم فتره متغيرين ومحتاجيني في حياتهم زي ما انا محتاجاهم بالظبط، فانا عايزه اديهم فرصه. فاهمني؟ فاهمك طبعا، بس انا عايز اقولك على حاجه. لما تدي فرصه لو ما لقيتيش النتيجة اللي انت مستنياها قدام هتتعبي وهترجعي تاني المنطقة أصعب، وممكن تقابلي حد غيري يبهدلك. أنا طبعاً ما انكرش إن أنا اتعلقت بيكي، مبسوط بوجودك في حياتي، لأنك حاجة كده بنتي على حبيبتي على شوية حاجات كتير قوي. بس أنا عمري ما هكون أناني معاكي. لو عايزة تمشي امشي. بس هنفضل صحاب صح؟ طبعا، بس مش هتمشي دلوقتي. اقعدي نتغدى مع بعض الاول وبعد كده يمشي. ايه رايك؟ اوكي. الفيديو ده بعت اير دروب.
بس كريم هو اللي مصوره لنفسه يا فارس. قولي دلوقتي فورا مين اللي بعت الفيديو. اكيد انت عارف. هو لما بيتبعت اير دروب ما بيبانش مين اللي بعته. ازاي ما تعرفوش كل اللي بيحصل ده؟ يا فندم احنا مالناش اننا نفتش موبايلاتهم. ما هو ده تسيب، انكم تسيبوهم اصلا يخشوا بالموبايل، ده تسيب. ليه؟ انا ابني اتعرض لتنمر وبسبب ده حاول ينتحر. على العموم انا مش عاوز اي حد يعرف اي حاجه لحد ما اتصرف. عايز كريم لما يفوق ان شاء الله يحس ان مفيش حاجه حصلت. وحتى لو ما فاقش ابقى حافظت عليه وجبت له حقه. انا عارف مين اللي عمل كده. الو، جاهز للاحتفال بالليل؟ الناس لسه مكلماني والعود معاهم وهيمضوا النهارده، مستعجلين جدا. على خير؟ الراجل فاكرني شريك معاك من الباطن وواخد نسبه. قلت له لا طبعا، انا بعمل كده علشان صاحبي. تمام تمام يا معلم. هتتنقل النقله اللي انت كنت عايزها، خليك فاكر. فاكر. هو انت مالك؟ اتخانق مع مراتك ولا ايه؟ لا 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 خالص خالص. طيب مبروك مقدما. الله يبارك فيك. مع السلامه. انا ما اعرفش حاجه يا اوكي، صدقني ماليش دعوه. انا كان اخد اتريق على فارس. صالح انا وانت عارفه. فادي انت لازم تقول الحقيقه. علي عمل ايه؟ ما عملش حاجه. اتكلم يا حبيبي، اتكلم وانا مش هجيب سيره لحد، وميس رانيا مش هتعمل لك حاجه. انا شفتكم مره وانتوا عمالين بتبعتوا مسجز وبتضحكوا لما بيرد عليكم. علي كان بيهزر معايا عادي، هم كانوا اصحاب. وايه اللي حصل خلاهم ما بقوش اصحاب؟ هو خلاص مشي من المدرسة وده اللي خلانا اتكلم. انت خايف من ايه؟ انتوا ازاي شايفين كل ده بيحصل بين الولاد وساكتين؟ ازاي؟ عموما يا فادي براحتك. انا جبت عنوان علي وهعرف منه الحقيقة. حضرتك يوم كده هتجيب اسمي؟ طبعا. ما انت لو ما اتكلمتش اسمك هيجي في الموضوع. براحتك يا فادي. اليوم لما كريم كتب انه عايز يموت، علي كان عايز يعرف ليه، فقال لي اللي عنده فكرة يعرف بيها. هما مش صحاب؟ ليه ما سألوش؟ كريم كان ساكت على طول، ملوش صحاب قريبين، مكانش حتى بيحاول يتقرب مننا خالص. كنا مسمينه كيكي عشان في حاله عامل زي البنات. كمل وبعدين. علي جاب نمرة جديدة، عامل اكونت على الفيسبوك باسم بنت روني، بعت له انها معجبة بيه قوي. فعلا كريم ابتدى يكلمها وحكى انه ما بيحبكوش ولا بيحب اخته. كريم حكى لها حاجات كتير قوي. علي كمل كلام معاه شوية، كان كل يوم يبعت له، وكريم برضه كان بيبعت له، لحد ما في يوم كريم طلب انه يقابلها. راح علي قال له صور لي نفسك فيديو الاول عشان تشوفني. والله يا انكل انا ماليه دعوه ولا عملت حاجه.